النهارده احنا رحنا منطقة في القاهرة اسمها منطقة اسطبل عنتر، وهي منطقة معروفة جدا في مصر القديمة بسكنها حوالي 20,000 نسمة تحت الجبل ومعرضة لأخطار. المنطقة ما فيهاش مية وبيضطروا لشراء المية في جراكن، كمان البيوت متهالكة، كل بيت فيه عدة غرف، كل أسرة من 5 أو 6 أفراد بيعيشوا في أوضة، وبيوتهم من غير سقف وما فيش فيها خدمات، والعيش كمان أزمة كبيرة. اسطبل عنتر منطقة بتعاني من الإهمال وغياب الخدمات. تعالوا نشوف أهالي اسطبل عنتر عايشين إزاي. النهاردة في منطقة اسطبل عنتر في القاهرة، 20,000 نسمة على الحديدة، 20,000 نسمة منتهية. الناس أولا عايشة هنا فوق جبل، هذا الجبل الحياة فيه في منتهى الخطورة، ما فيش مية، رغم أن الحكومة مسمية كل البيوت هنا بأسمائها وليها نمر وليها أسماء حارات وشوارع، لكن ما فيش مية، ما فيش أي يعني ما فيش حتى الأولويات بتاعت الحياة البسيطة للمواطن البسيط. تعالوا نشوف الناس في اسطبل عنتر عايشين إزاي. مشكلكم هنا ايه؟ المشكلة حضرتك ان احنا قاعدين هنا في بيوت هنا فيها هضبة وطوع، يعني انا قاعد في مكان العقارب اللي مصر تخش على عيالي وهم نايمين، وبعدين في هضبة جامدة، يعني نايمين خايفين وقلقانين. رحنا لبتوع الحي، بتوع الحي مش عايزين يعملوا حاجة اصلا يا استاذ عمرو. فطبعا حضرتك هنا عايشين بقى، والراجل ده برضه قاعد بس من حارة ايدي. مبروك حارة، مبروك صبري، مبروك صبري. بس سيادتك يا استاذ عمرو، ما فيش حد اصلا عايز يعمل حاجة. طبعا هنا البيت لو وقع معلش ما حدش هيشيل حد. سليم؟ لا انا اللي انا عايز اعرف المنطقه دي اللي انا شايفها دي، لو حصل فيها حريقه، انا عايز اعرف، انا عايز اعرف ايه اللي ممكن يحصل، لان يعني مفيش حد هينقذ ويطفي اي حريقه ولا اي حاجه، لان شاف حرائق صغيره خالص. يعني مش عارف، هل هنا مثلا في مكان لدخول عربيه اسعاف لو حد عيان؟ حتى الموتوسيكل ما يخشش، لو الموتوسيكل مش عارف يخش حضرتك المكان ده. مفيش مكان ازيد من رجل. ايه مشاكل تانية هنا؟ ايه مشاكل عندك؟ مشاكل ان عندنا جبلايه في البيت، صخره فوقينا يعني فوق التال. انا نفسي نايم انا وعيالي 8، واحنا وانا ومراتي ب 10. الصخره فوق دماغك؟ الصخره فوقينا على طول الليل كله، انا مبه سهران عشان الصخره دي ارتجع فوقينا. ممكن تقع؟ والله تعالى شوفها وحضرتك وصورها. انت احساسك ايه وانت حاسس كده انك انت في اوضه الصخره ممكن تقع فوق دماغك؟ لا انا حاسس ان يعني يكون يا رب يعني يكرمونا كده ويقذونا من تحت الصخره دي، لان انا ما بنامش فعلا والله، من ولا ساكن من البيت ده. ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا عايزين نتشال من هنا. كام نور؟ 500 جنيه مدفوعه، 1000 جنيه مش على شهرين. هنا تدفع 500 جنيه نور؟ الوصل قالوا تدفع وتدفع. يعني انا الحقيقه اسال السيد وزير الكهرباء، الجحر ده، ده جحر يا سياده الوزير، الجحر ده يدفع 500 جنيه كهرباء ليه؟ ده مش بيت، ده ما حصلتش حتى اوضه. هنا عندهم ايه كهرباء؟ ده كويس هم منورين لمبه جاز، ادفعوا 500 جنيه كهرباء؟ اكيد في حاجه غلط يا سياده الوزير، ونرجو انك انت تحلها. يعني الناس هنا تعبانه، الناس هنا غلبانه، الناس هنا مش لاقيه الله، ده مش ربحنا والزمن على الناس دي كمان. ساكن هنا صاحب البيت واسره كده مقاومه،
جوه كده كاميرا معايا. هنا خمسة وبينا متحت سرير، يعني زي ما حضراتكم شايفين دي غرفة حاطين عفش لخمس افراد. بيناموا ازاي؟ اشرح لي كده. احنا نايمين، الواد معانا معايا واد في الجامعة داخل كلية اعلام. بينام ازاي ده؟ بينام فين؟ بينام هنا معاي. هينام فين؟ مش حمام؟ الحمام اهو، الحمام حاطط تحت السلم. وديش زي ما انت شايف احنا يعني معانا خمسة. ايه يا حاج يا وليد؟ مش مشاكل المنطقة هنا. ايه؟ المنطقة هنا بس عاوزين يقعدونا في مكان كويسة، يا اما يوسعونا المكان هنا يبنونا مساكن، يشيلوا مساكن ويبنوا مساكن. بس الميه بتعملوا فيها ايه؟ الميه حضرتك تيجي ساعات بالليل الساعه 3 بالليل والساعه 4 بنستنى الميه. البنايه دي عباره عن ايه؟ كام اوضه؟ الاوضه ده فيه 8 اوض. كل اوضه فيها اسره؟ كل اوضه فيها اسره. وكل اسره خمسه او سته؟ سته وثمانيه. في البنايه دي؟ في البنايه دي حضرتك الحمام هذا تحت السلم والحمام ده بيخدم على البنايه دي كلها؟ فيش غير حمام فوق بس عند الراجل حامل ومنزل مسؤوله بس صاحب البيت. هو راجل على الله يعني. ايه مشاكل هنا يا حاجه؟ ايه مشاكل هنا؟ الميه والانابيب وكده والحاجه غاليه، كلها غاليه. ودك مش خطر، انا شايف البيوت دي ممكن تقع. ما هنعمل ايه طيب؟ ما نقلت. هم بيقول لك احنا مساكن في الطوبه. انا عايز اعرف احنا هنا في الجبل؟ في الجبل. طبعا هنا ناقصه خدمات كتيره، خدمات الميه، خدمات الكهرباء برضو والمجاري، وبرضو موضوع الغاز، الغاز ده مشكله. الناس موصله الميه هنا بالمجهودات الذاتيه وما بتشتغلش، تشتغل يوم وتبوظ عشا، ومشتريه مواتير وموصله جايبه من تحت. المفروض الحكومه تعمل الحاجات دي. يعني هو بيكلم صح، المفروض الحكومه توصل ميه. انا ما اعرفش يعني ايه دي مناطق ومناطق داخل القاهره ومناطق المفترض انها مسماه ليها ارقام وليها حاره مبروك صبره وغيره وغيره، ما عندهمش ميه. وبعدين هل المواطن مطلوب منه النهارده ان هو اللي يوصل الميه على حسابه؟ ده سؤال انا بطرحه على سيد محافظ القاهره. المفترض ان المواطنين دول من حقهم توصل لهم الميه لغايه عندهم في بيوتهم. يعني ايه واحد مواطن ياخد من تحت الجبل عشان يطلع ميه فوق؟ ده كلام فارغ. وليه انت جايه منين؟ شايله الميه منين؟ من السبلانتر من تحت. من تحت قد ايه يعني؟ مسافه قد ايه ماشي؟ يعني لحد تحت خالص. وانتوا كل يوم كده تعملوا كده؟ كل يوم على كده. كل يوم بننزل نجيب الميه من تحت. الجيركن ده يقضي قد ايه؟ لا ده احنا عيله كبيره قوي ما يقضيش حاجه. كم واحد؟ كتير، ثلاث عيلات في بعض. بتملي قد ايه كل يوم؟ بنملى حوالي 20 دور على دماغنا كده. 20 دور رايحه جايه؟ يعني انا بسال، هل ده يليق؟ هل ده ينفع الناس دي تقعد تملى ميه من تحت بالشكل ده؟ يمشوا 4 5 كيلو عشان يملوا باستيلا؟ يا استاذ في منطقه فوق، منطقه فوق. يعني انت حضرتك لو جيت معايا دلوقتي اوريها لك. طرنشات مش مجاري، والطرنشات طافحه على الاسر وداخله البيوت. ويعني انا عندي بنتي عندها حساسيه على الصدر، بتشم الريحه بيجي لها ازمه، بروح بيها المستشفى بتتحجز بالاسبوع الاثنين. وما فيش اي مساهمات ولا من الحكومه ولا من اي حد. وحضرتك لو طلعت معايا انا اوريك الحق، يعني الحقيقه على الطبيعه. الميه الترنشات طافحه يعني في هنا كمان في اماكن ما فيش فيها مجاري، يعني غير ما فيش ميه في مناطق هنا موجوده على الجبل ما فيش فيها مجاري، فالناس بتصرف في ترنشات. طبعا الترنش ممكن يوقع البيت. فوق لو حضرتك اهي، لو جيت معايا انا اوريك. ايه يا حاج مشاكلكوا ايه؟ مشاكلنا بالميه. مساكن هنا؟ الميه والنور بيقطع على طول عندنا. مشكله الميه مثلا بتعملوا فيها ايه؟ بتجيبوا ميه منين؟ بنجيب ميه من الحريم بتمنع على دماغها. بتمشي المسافه دي كلها؟ لغايه مصنع ابو يوسف دوت على طول. عند مصنع ابو يوسف بينزل يجيبوا ميه. مفيش طول الليل وطول النهار كده بظروفها في ساعه الفجريه. سواعي الميه بتقطع عندنا طول الاسبوع، ما بنلاقيش ميه، لا ما بتجيبناش الا بالليل. تبدا من الصبح لغايه الساعه 3 بالليل، لونا بنصحى لونا نملى، وما بنلاقيش ميه طول الاسبوع. شايف الحل ايه؟ مش عارفه الصراحه، ربنا معانا. انت رايح فين؟ انا
راح اغسل المواعين تحت عشان ما عنديش تحت في مكان في من هنا من فوق الجبل تنزل بيها تحت عشان ما فيش ميه في البيت. معقوله تعمل بقى المشروع ده كل يوم ولا لا؟ مش كل ما اغسل كل ما اعملها كده مشاكلنا الميه. ما عندكوش ميه؟ الميه منزلين على حسابنا، الميه دابين على حسابنا. لما تيجي حكومه وتنزل لنا ميه وعدادات ونركبوها وندفعوا ميه دي مش الميه منزلين على حسابي. المجاري عندنا بس ناشحه بقى، البيوت فوق بعضيها بانيه فوق بعضيها، مشققه وواقعه وبتشر علينا الميه وكده. ايه المشاكل هنا؟ هنا المشاكل هنا المجاري والميه، الميه لولا بنلم مع بعضينا وعاملين ماتوره اهو اوري حضرتك. مش ميه هنا؟ لا احنا موصلين مع بعضينا هنا كده جايبين ماتور كل يوم لازم يتفتح الماتور ساعه ساعتين لولا ما الناس تملى. لا اشرحي لي يعني ايه موصلين؟ اشرحي لي يعني احنا جايبينها من تحت. احنا من معانا احنا ايه ده انت من تحت؟ ده انت ده تحت 2 كيلو من العموم يا عمرو. موصلين احنا دافعين مع بعضينا لامين مع بعضينا وجايبينها مواسير وعاملين مش الحكومه يعني اللي موصلها؟ احنا الموصلين بفلوسنا وعاملين الماتور وجايبين ماتور اهو بالمجهود كده مع بعضينا. بتفتح لنا ساعه الماتور او ساعتين ساعه في اليوم او ساعتين بالكثير قوي بنملاه. حتى اوريه لك اوريه لحضرتك بنفتحه نملى ونروح قافلينه. والميه بتجينا غاليه والنور بيجينا غالي واحنا على الله يعني حكايه. يعني انت مثلا دخلك كام في الشهر؟ انا داخل 120 جنيه. بتدفع كام نور؟ بدفع شهر 50 جنيه و55. وميه كام؟ وميه 48 جنيه. امال باقي ايه المرتب تعيش بيه؟ ها؟ باقي ايه؟ كده على الله يعني 120 جنيه راح منهم بس 100 جنيه ميه ونور واكثر. تقول ايه الحكومه؟ ها؟ تقول لها ايه الحكومه؟ هقول لها ايه؟ قول يا حاج. على الغلا اللي احنا فيه ده وكل حاجه غاليه، اكل غالي وشرب غالي، انابيب غاليه، كل الميه بتجي لنا قد كده والنور بيجي لنا قد كده، مش عارفين نعيش، يعني واحد بياخد زباله كل المنطقه دي كلها ما تلاقيش فيها صندوق زباله واحد. استاذ عمرو ما عندناش صندوق زباله هنا. يعني انا مش قادر افهم ازاي كل المنطقه دي ما فيش فيها صندوق زباله واحد. احنا بنقول للناس ارموا الزباله في الشارع، طب بتدفعهم زباله ليه على الكهرباء ليه؟ الله، اذا كان المفروض بندفعهم فلوس على الكهرباء يبقى لازم نيجي نشيل الزباله. ولا هي المحافظة يعني مستكبرة تيجي تشيل الزبالة من هنا؟ مش في المفروض جهاز النظافة يجي يشيل؟ مش عارفين يشيلوا، يستقيلوا ويجي غيرهم يشيلوا. أنا قاعدة في حتة أوضة أنا وابني ومراته وعياله وحماته. أوضة؟ أهي تعالى حضرتك صور وشوف. عايزة طالبة حتة شقة. حتة الشقة الأهم وأكبر. اللي بيشتغل ابني أرزاقي. أرزاقي ملوش يعني ما بيشتغلش أي شغل. اللي بيصرف عليكي؟ أيوة ماليش إلا هو بيصرف عليا وعلى حماته معانا في البيت تحت. وساكنين في أوضة. عايزة حتة شقة بس تلمنا كلنا كده مع بعضين. أنتِ وأمك وولادك وجوزك وحماتك في أوضة؟ أيوة في أوضة. يرضي مين ده يا أستاذ عمرو؟ عندنا البيت واقع خالص منهار تماما وعايشين فيه واشتكينا للحكومه ورئيس الحي وحكومه جت وطلعتنا من البيت وقالوا عشان منهار للهدد. الكلام ده من رمضان من 14 رمضان ليه دلوقتي ما حدش جه ولا حد سال فيه ولا رئيس الحي ولا حكومه؟ والحكومه اللي مطلعانا وكل النيابه اللي مطلعنا من البيت مش اي حكومه يعني مش يعني رئيس جامد هو يعتبر هو اللي مطلعنا. لما الحيطه وقعت من البيت بالليل واتصلنا بالحكومه ولا حد جه ولا حد سال فينا دلوقتي. ده مطلع ده كده لغايه فوق لغايه فوق اخر حاجه بيت. ده مطلع ما عاملين له سلالم بقى عشان نعرف نطلع عليه. هنطلع العيل يقع يتدحرج يتكسر. احنا اللي عاملينه على حسابنا عاملينه على قدنا احنا وبنطلع عليه بقى كده لغايه فوق السلم ده. يعني مش كده ولا كده. نمرة واحد. نمرة واحد ده منزل نمرة واحد أورن الشربيني. ده شارع اسمه أورن الشربيني؟ لا ده البيت اسمه أورن الشربيني. أمال الحارة.